بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأنا مغتبط ومسرور من هذا اللقاء المبارك مع إخواني لتواصي بالحق وهذا واجب على الجميع، فهي فرصة عظيمة هذا اللقاء. نشكر الله سبحانه وتعالى، ثم نشكر وزارة الشؤون الإسلامية ومعالي وكيل الوزارة لشؤون المساجد وجميع منسوبي هذه الوزارة القائمين على هذا المرفق الهام، ونسأل الله لنا ولهم التوفيق والإعانة لما فيه الخير والصلاح. أيها الإخوة، محاضرة بعنوان تأصيل الانتماء والمواطنة الشرعية. فالانتماء هو الانتساب إلى دين أو بلد أو قبيلة أو أسرة، وهذا كما جاء في قوله تعالى: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالمسلم ينتسب إلى الإسلام ويصرح بذلك: إنني من المسلمين. والله أمر رسوله أن يقول: وأنا أول المسلمين. فهذا هو رأس الانتساب وأفضله. وأما الانتساب إلى البلد أو القبيلة أو الأسرة إذا لم يكن على وجه الافتخار فلا بأس به. وأما معنى المواطنة أي حسن التعامل مع من يشاركهم السكنى في البلد. الناس الحقيقة لا بد لهم من الاجتماع، ضرورة إنسانية، الاجتماع ضرورة لبني البشر، فلا يمكن للفرد أن يعيش وحده، لا بد أن يعيش مع بني جنسه للأنس لما بينهم وللتعاون على مصالحهم الدينية والدنيوية. فيحتاج إلى أن يحسن التعامل مع مواطنيه من أجل الألفة، التعاون والتعارف، التآلف. ولهذا قالوا: الإنسان مدني بالطبع، لا يمكن أن يعيش وحده، والاجتماع فيه خير، لا سيما إذا كان هذا الاجتماع على حق وعلى الإسلام والملة، فهذا أمر الله جل وعلا به، أمر الله جل وعلا به في محكم كتابه، قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا
بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. وأما حب الوطن فهو قضية طبيعية، الإنسان يحب وطنه حبا طبيعيا، وطنه الذي نشأ فيه ودرج على أرضه حبه ويحن إليه حتى ولو بعد عنه. ولهذا يقول الشاعر: وكم من منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. فهو لا يلام على هذا إلا إذا قدم حب وطنه على طاعة الله عز وجل. فإن الله جل وعلا قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فإذا اقتضى منه دينه أن يترك وطنه فرارا بدينه ولأجل الجهاد في سبيل الله فهذا أمر مطلوب منه، ويقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه. ومن ذلك وطنه إنه يتركه لله عز وجل، أو يترك وطنه ويغادره طلبا للرزق، وليس في ذلك ملامة عليه. فالإنسان لا يفارق وطنه إلا إذا أخرج منه ظلما أو خرج منه اختيارا لطلب الرزق. ولهذا الله جل وعلا أثنى على الذين ظلموا وأخرجوا من ديارهم ووعدهم بالنصر. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. والله وعد المهاجرين الذين تركوا أوطانهم لله عز وجل، وعدهم بالأجر العظيم ثواب الجزيل، وجعل لهم مزية على غيرهم. ولهذا قدم الله المهاجرين في الذكر والثناء على الأنصار رضي الله عن الجميع، لأن المهاجرين تركوا أوطانهم وديارهم فرارا بدينهم وطاعة لله ولرسوله وجهادا في سبيله. وفي القرآن الكريم آيات كثيرة في شأن الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق بل لأجل دينهم. إذن فمحبة الوطن حبة طبيعية،
وقد تكون محبة دينية إذا كان الوطن من الحرمين الشريفين مكة والمدينة. ولهذا لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وهاجر إلى المدينة وقف والتفت إلى مكة عليه الصلاة والسلام وقال: والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فمحبة مكة والمدينة هذه محبة دينية فوق المحبة الطبيعية، أما بقية الأوطان فمحبتها محبة طبيعية لا يلام عليها الإنسان إلا إذا قدم محبتها على ما يحبه الله ورسوله. وللوطن بلد الإسلام لها حق على المواطن، لها حق على المواطن والساكن فيها. من ذلك أن الله أوجب عليه أن يدافع عنها من أرادها بسوء، فإذا حصرت البلد حاصرها العدو، حصر البلد والوطن من العدو، وجب على كل من يستطيع الجهاد والدفاع أن يجاهد دفاعاً عن وطنه وعن محارمه وعن حرمات المسلمين وممتلكات المسلمين. فرض عين على كل مسلم يستطيع الدفاع عن بلده إذا حوصرت وهو يستطيع الدفاع عنها ولا يستسلم وهو يقدر على المدافعة بأقصى ما يمكن. وكذلك يجب على كل مسلم أن يحافظ على مرافق بلده ولا يعتدي عليها، المرافق العامة التي هي من مصالح البلد وأهله، فيحترمها ولا يعتدي عليها ولا يؤذي المسلمين فيها، فيدافع عن مرافق البلد العامة كالمراعي ومحل الاحتطاب وغير ذلك مما يحتاجه البلد، أن يعتدي عليه أحد، لأن البلد بحاجة إلى ذلك. وكذلك جاء النهي من الرسول صلى الله عليه وسلم عن للذين جاء النهي للذين يدنسون مرافق البلد أو يضايقون المسلمين فيها، فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم، طريق الناس وظلهم، شوارع البلد وطرقات البلد يجب أن تصان وألا يجعل فيها العراقيل التي تؤذي المارة، التي تؤذي المارة. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، قارعة الطريق، والظل.
والموارد المراد بها موارد المياه، لا توضع فيها العراقيل أو الأنجاس أو القاذورات تعطل الناس من ورود الماء وورود البهائم كالأنهار والسواقي والآبار والقدران وغير ذلك. فالماء الذي يرده الناس يجب أن يصان، أن تصان جوانبه من أن يوضع فيها ما يمنع الناس أو يؤذيهم أو يعرقلهم أو يقدر ذلك عليهم، فإن من فعل ذلك فهو ملعون. تقول ملاعن، يعني التي توجب اللعنة على من اعتدى عليها، ولأن الناس يلعنونه إذا آذاهم فيها. موارد قارعة الطريق هي الجادة المسلوكة التي يتطرقها الناس، لا يجوز لأحد أن يضع فيها ما يعرقل السير ويؤذي المارة، بل إنه جاء الشرع وجعل تنقيتها من شعب الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والذي ينحي الأذى عن الطريق، عن طريق المسلمين، له أجر عظيم وثواب جزيل. ولو الشجرة أو شيء يعرقل السير لا يجوز للإنسان أن يضعه، وإذا وضعه غيره فإنه ينبغي له أن يزيله، يحصل على الأجر العظيم في إزالة الأذى عن المسلمين في طرقاتهم. والظل الذي يستظل به الناس من الشجر والحدائق، مرافق التي يتنفس فيها أهل البلد ويستريحون فيها ويستظلون بأشجارها، هذا لا يجوز لأحد أن يقدره عليهم، أن يوسخه عليهم، أن يغيره، لأنه من صالح المسلمين. فالذي يتعرض للظل النافع هذا متعرض للعنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عده من الملاعن التي يلعن من غيرها أو أحدث فيها ما يعطلها أو ينقص الاتفاق بها. في حين أن كثيراً من الناس هداهم الله إذا جاءوا إلى ظل وسخوه وخلفوا فيه المخلفات من المآكل وغير ذلك، ويوسخونه أيضاً بالنجاسات، بحيث إذا رحل من المكان إذا هو قد تركه لا يصلح لمن يأتي بعده، وليس هذا من خصال المسلمين. المفروض أنه إذا انتفع بالظل وارتفق به أن يذكر إخوانه الذين يحتاجون إلى هذا الظل، فلا يترك فيه وسخا ولا يترك فيه مخلفات ولا يترك فيه ما يعطله أو ينقص انتفاع به على الآخرين. فهذا واجب على المسلمين، أن يحترموا مرافق البلد ويحافظوا عليها وينموها. فكيف بالذين يدمرون مرافق البلد تدميرا ويهدونها هدا بالمتفجرات غير ذلك؟ حتى المساجد لم تسلم منهم،
يفجرونها ويلقون فيها القنابل ويقتلون الناس في مساجدهم ويدمروا مبانيها ومرافقها ويدعون أن هذا من الجهاد في سبيل الله وأنهم مجاهدون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيجب التنبه لهذا وتنبيه من يجهل هذا الحكم ويغرر به ويلقى في باله أن هذا من الجهاد وأن فيه فضيلة، في حين أنه من التدمير، والله لا يحب المفسدين، هذا من الإفساد في الأرض، والله لا يحب المفسدين. فضلاً عما يحصل من قتل الأبرياء، قتل النفوس التي حرم الله قتلها إلا بحق، فهم يرتكبون جرائم، بل قد يقتلون أنفسهم، يفجرون أنفسهم ويقولون هذه شهادة. كيف يكون قاتل نفسه شهيداً؟ والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن قاتل نفسه في النار، والله جل وعلا قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وفي الحديث الصحيح أن من قتل نفسه بسم فسمه في يده تحساه في نار جهنم، قتل نفسه بحديدة حديدته في يده يجأ بها نفسه في نار جهنم، ومن تردى من جبل فقتل نفسه تردى في جهنم والعياذ بالله. فقاتل نفسه مرتكب لكبيرة، كيف يقال إنه شهيد؟ مستوجب للنار، كيف يقال إنه في الجنة والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في النار؟ والله إنما جعل الشهادة بالقتل في سبيله، يعني يقتل، قتلوا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. الذي يقتل في الجهاد، الذي يقتل في الجهاد تحت راية المسلمين، هذا هو الشهيد. الذي يقتل يقتله غيره بيد الأعداء، أما الذي يقتل نفسه متعمدا فهذا مرتكب لكبيرة ومتوعد بالنار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل كذا وكذا، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالمرجع في هذا إلى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، لا إلى قول المخربين والضالين والمخرفين الذين يغسلون أدمغة الناس و يعطونهم هذه الأفكار الخبيثة. فتدميرهم لمصالح البلد ولمرافق البلد، حتى المساجد لم تسلم منهم، أين هم والجهاد في سبيل الله؟ إذا كان من بال في الطريق أو تحت شجرة يستظل بها الناس قد استوجب اللعنة، فكيف بالذي يدمر المرافق تدميرا على من فيها؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيجب أن هؤلاء يتوبون إلى الله عز وجل ويعرفوا من هو صديقهم من عدوهم، ويتعلموا العلم النافع الذي يهديهم به الله إلى صراطه المستقيم، ولا يتلقوا معلوماتهم عن أناس مضلين.
وكذلك حسن المواطنة يكون بكف الأذى عن جيرانك وعن مواطنيك وبذل الندى والمساعدة والإعانة لهم على مصالحهم وحسن التعامل معهم في البيع والشراء والمعاملات وحسن المعاشرة والصداقة معهم إذا كانوا من المسلمين لأنهم إخوانك. وحتى إذا كان المواطن من الكفار فإن ودخل في بلاد المسلمين بموافقة من ولي الأمر أو حتى من بعض أفراد المسلمين لمصلحة وليس فيها مضرة على أحد فإن هذا يحسن إليه ما دام في بلاد المسلمين حتى يخرج منها، لأن دين الإسلام دين الوفاء. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وكذلك المعاهد وكذلك الدبلوماسيون الذين يأتون برسائل ومهمات وكذلك التاجر الذي يأتي لبيع تجارته أو لتسويق أمواله بإذن من ولي الأمر، فهذا أيضا لا يمس بسوء حتى يخرج، لأنه في كفالة المسلمين وفي ذمة المسلمين، فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. وقد قال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. فجعل الجوار له حق من الحقوق العشرة المذكورة في هذه الآية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الجيران ثلاثة، جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار القريب المسلم، له حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام، وجار له حقان، وهو الجار المسلم غير القريب، له حق الإسلام وحق الجوار، وجار له حق واحد وهو الجار غير المسلم له حق الجوار. فهذا دليل على أن الكافر إذا كان جارا لك فإنك تحسن إليه، له حق الجوار ولا تؤذيه. هذا من المواطنة الشرعية التي أمر الله جل وعلا بها. وكذلك لا يجوز الاعتداء على من دخل في كفالة ولي الأمر أو أحد من المسلمين، فإنه يجب أن يحترم دمه وماله حرمته حتى يخرج من بلاد المسلمين. والله جل وعلا قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنفس التي حرم الله هي نفس المسلم ونفس المعاهد والمستأمن، فهي نفس حرم الله قتلها، بدليل أن الله أوجب في قتل المعاهد الكافر ما أوجب خطأ، أوجب في قتل المعاهد الكافر خطأ ما أوجبه في قتل المسلم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، إلى قوله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله كان الله عليما حكيما.
فأوجب في قتل الكافر المعاهد خطأ ما أوجبه في قتل المسلم من الدية والكفارة. أما من قتل المعاهد متعمدا فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 70 سنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالذي دخل بلاد المسلمين بإذن من ولي الأمر أو من خول له الإذن فإنه يكتسب حرمة النفس وحرمة المال ولا يؤذى حتى يخرج من بلد المسلمين. فهذا من المواطنة الشرعية، حتى ولو كان المواطن كافرا له حق الإقامة في بلد المسلمين، له ما دام مقيما فيها فله حق المواطنة الشرعية. فهذه أمور يجب على المسلمين أن يعرفوها، يجب أيضاً تعمير البلاد، يجب المشاركة في تعمير البلاد وإصلاح مرتفقاتها، وهذا من الإحسان إلى المسلمين، وألا يكتفى بما تبذله الدولة، خصوصاً إذا كانت الدولة قليلة ذات اليد، فإن المسلمين يشاركون في تعمير مرافق البلاد، في مساجدها، في مدارسها، في يشاركون في هذا. فهذا من المواطنة الصالحة والتعاون على البر والتقوى، وفيه أجر عظيم. أيها الإخوة، وإما يعمر البلاد ويصونها طاعة الله ورسوله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذا مما يعمر البلاد ويصونها. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهذا مما يعمر البلاد الطاعة والعبادة، إحسان فيما بين العباد وبين الله، وإحسان فيما بين العباد بعضهم مع بعض. هذا مما تعمر به أوطان المسلمين. ومما يدمر البلاد والعياذ بالله الظلم، فإن الظلم يدمر البلاد العامرة بأنواع الظلم. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير، كأي من قرية أهلكناها فهي خاوية وهي ظالمة، كأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة قصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. فالبلاد يتدمرها المعاصي والذنوب، يدمرها الكفر.
والشرك بالله عز وجل كما دمر الأمم السابقة التي خوت وبليت وبقيت آثار ديارها شاهدة عليها، أصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. فيجب علينا أن نعمر بلادنا بطاعة الله والأمر بالمعروف النهي عن المنكر ومنع الظلم، فهذا مما يعمر البلاد وهو إصلاح للبلاد. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فهذه كلمات مختصرة، أظن الوقت لا يتسع لأكثر منها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. شكر الله لشيخنا ووالدنا صاحب المعالي فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على هذه الكلمات وهذه التوجيهات الرائعة، ونفع الله بعلمه وعمله. الآن جاء دور الأسئلة والمداخلات. لدي الآن عدد من الأسئلة من الإخوة، وسوف أتعامل معها حسب أولوية ورودها إلى المنصة. السؤال الأول معالي الشيخ، من الدكتور أكرم بن يوسف القواسمي الأستاذ المساعد بجامعة القصيم، يقول: كيف الرد على معمى أن مصطلح المواطنة نشأ وتطور في الغرب نتيجة الصراع مع الكنيسة، فهو من مفرزات العلمانية، بدليل أن مصطلح المواطنة لم يرد في القرآن والسنة؟ سمعتم في المحاضرة من الأدلة على أحكام المواطنة ما فيه كفاية والحمد لله، وليس هذا مصطلحات الغرب. الغرب لهم مواطنتهم، والمسلمون لهم مواطنتهم بموجب الشريعة، وهم لهم مواطنتهم بموجب ما هم عليه من دينهم ومن عاداتهم وتقاليدهم، ففرق بين هذا وهذا. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ موسى بن محمد بن سليمان الحسين يسأل عن، يقول: هل يمكن الجمع بين الولاء والبراء والمواطنة بالمنظور الغربي في ظل التحديات القائمة ضد الأمة الإسلامية؟ في فرق بين الولاء والبراء وبين المواطنة. المواطنة من التعامل الدنيوي، المواطنة من التعامل الدنيوي، وأما الولاء والبراء فالمراد بهم المحبة لأولياء الله والبغض والكراهة لأعداء الله، فأنت تواطنهم مواطنة دنيوية، مواطنة دنيوية، لكن لا تحبهم في قلبك بل تبغضهم، ولا يمنع هذا أن تعاملهم بالإحسان كما قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ عبد العزيز البليهد يشكر فضيلتكم على الحضور باسمه وباسم الأئمة. الأخ مبارك بقية الاسم غير واضح، يقول أن علينا واجبات كثيرة نحو هذا الدين وهذا البلد أوجبها الله سبحانه وتعالى، لكن ما هو موقفنا تجاه بعض الانحرافات؟ موقفنا تجاه الانحرافات يجب أن نقف ضدها، ضد الانحرافات، كل بحسب ما يستطيع، كل بحسب استطاعته، ولا يجوز لنا أن نرضى عنها أو أن نتركها أو أن نقرها، بل ننكرها وندافعها بحسب الاستطاعة مع كل أحد. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، إن لم يستطع
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يجب أن تنكر المنكر، التوجهات والتوجيهات السيئة بحسب ما تستطيع، ولا ترضى بها ولا تسكت عنها وأنت تقدر على بيانها، ولا تسكت عنها وأنت تقدر على إزالتها. نعم، أحسن الله إليكم. الحقيقة في بعض الأسئلة تكون خارجة عن موضوع المحاضرة وموضوع الدورة، ولكن سأتجاوز هنالك سؤال من الأخ عبد العزيز بن عبد الله التويجري، لعل الشيخ يعطينا إجابة فيه لأهميته. يقول الأخ عبد العزيز: فضيلة الشيخ، انتشر عندنا بكثرة تأخير صلاة الفجر حتى قبيل طلوع الشمس بربع ساعة، وكذلك العصر يؤخرونها ساعة وينادون أن ذلك مشروعا، ويطلب توجيه فضيلتكم. توقيت الصلوات مضبوط بالحساب الذي يوزع على المساجد، ويكون بواسطة شؤون المساجد كما هو معلوم، فيتمشى على موجبه، ولا يتأخر المسجد عن المساجد الأخرى، صلي المسلمون جميعا ولا يتأخر منهم أحد فيحصل الاختلاف بين المسلمين، هذا أمر لا يجوز الاختلاف. فإذا سمعت المساجد الأخرى قد أقيمت فيها الصلاة، تقيم الصلاة في الظهر والعصر والفجر وكل أوقات الصلاة، ولا يجوز الشذوذ والمخالفة والاختلاف، لا سيما في أمر العبادات، فإن هذا مدعاة لاختلاف القلوب، مدعاة للتفرق، وهذا ما يريده أعداؤنا. نعم، أحسن الله إليكم. أحد الإخوة يسأل يقول: تقام الدورات وتتوالى الكلمات والصرخات من العلماء والمصلحين في محاربة الإرهاب، والذي يؤسف له تأخر كثير من الخطباء والدعاة عن هذا الأمر الخطير، فيترك الناس يستقون هذا العلم من من لا علم له ولا دليل شرعي عنده، فيطرب الناس ويحصل لهم الخلل. فلا نزال نسأل أين كثير من الخطباء عن هذا الخطب الجلل، فهل هذا من الفقه والحكمة تأخير المقال عن المقام يا فضيلة الشيخ؟ نعم، هذا خلل، والناس بحاجة اليوم ماسة إلى بيان هذا الفكر وتعريته وبيان خطره على المسلمين، على الخطباء وعلى المدرسين وعلى طلبة العلم وكل من عنده استطاعة أن يبين، لئلا يتغلغل هذا الفكر في أبناء المسلمين، ونترك المجال للمخربين يغسلون أدمغة شبابنا وأولادنا ونحن مكتوه الأيدي. فيجب التنبه لهذا في المساجد وفي غيرها. نعم، أحسن الله إليكم. الأخ أكرم أيضا له سؤال آخر، يقول: ما هو رأيكم بكتاب الوطنية في التشريع الإسلامي للباحث بدر بن علي عبد القادر، إن كنتم اطلعتم عليه فضيلة الشيخ؟ والله لم أطلع عليه ولا أقدر أحكم عليه، وأنا لم أطلع عليه. نعم، الأخ عبد العزيز بن سليمان التويجري يسأل ويقول: هل عدم نصح المحدثين وإقرارهم أو السكوت عنهم يستحق اللعنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا؟ نعم، من آواه يعني منع الوصول إليه، من منع من وجب عليه حد شرعي كحد القصاص، حد السرقة، حد القتل، فالذي يؤويه ويمنع من إقامة العدل فيه هذا ملعون، لعن الله من آوى محدثا. ويجب تعاون على تنفيذ أحكام الله عز وجل وتنفيذ حدوده، لأنها رحمة للمسلمين وتطهير للمجتمع وعمارة للأرض. لحد يقام كما في الحديث: لحد يقام في الأرض خير لها من أن تمطر 40 صباحا. فالحدود من رحمة الله بالمسلمين، ولا يجوز لأحد أن يعترضها.
ولا أن يشفع فيها. إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. ولما أراد أسامة بن زيد حب الرسول صلى الله عليه وسلم وابن حبه أراد أن يشفع في امرأة وجب عليها حد السرقة لقطع يدها، وجاء أهلها إلى أسامة يطلبون منه الشفاعة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما كلم الرسول في ذلك غضب عليه وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لا يجوز إيواء المحدث ولا الشفاعة فيه ولا التستر عليه، الذي يضر بنفسه أولاً ويضر بالمسلمين. نعم. حسن الله إليكم. الأخ يوسف بن عياد الحربي يقول: فضيلة الشيخ، ما دورنا كخطباء ودعاة في توجيه ونصح بعض الذين يكتبون في الصحافة والإعلام بعض القضايا كقضايا المرأة وغيرها؟ الواجب على من عنده علم أن يتكلم وأن يكتب وأن ينكر، أن ينكر هذا المنكر الخطير الذي يتناول نساء المسلمين ويغريهن بالسهور ويغريهن بالاختلاط ويغريهن بترك الحشمة. الواجب الإنكار على هؤلاء حتى يرتدعوا أمام الحق. نعم. حسن الله إليكم. الأخ كيمي بن سعود بن سعدون يقول ويقترح أن تطبع هذه المحاضرة لأن فيها ما يفيد ويخدم مصلحة المسلمين في حاضرهم ومستقبلهم، وذكر أن فضيلتكم أشار إلى نقاط مهمة تخفى على كثير من عامة المسلمين، ويقترح أن توزع هذه المحاضرة في أشرطة أو كتيبات في الأماكن العامة والمساجد، لعل فرع الوزارة في منطقة القصيم وكذلك معهد الأئمة يتبنى هذه الفكرة. بارك الله فيك، جزاه الله خير. أحد الإخوة لم يكتب اسمه يسأل، يطلب تعليق فضيلتكم على من يقول إن الله قيد حرمة قتل النفس بعدوانا وظلما، فكأن المفجر نفسه يقول: أنا لا أفعل ذلك إلا لمصلحة، وهي الجهاد في سبيل الله ومحاربة طواغيت الأرض، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد ذلك بالانتحار قصدا. نسأل الله السلامة والعافية. يا أخي، هل هؤلاء ينفذون جرائمهم في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار؟ الكفار ربما أنهم هم الذين دربوهم على هذه الأمور، إنما يعملون هذه الأعمال في بلاد المسلمين، يخربون ويقتلون ويروعون في بلاد المسلمين، فكيف يكون هذا من الجهاد في سبيل الله؟ هذا من الجهاد في سبيل الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ بجاد الحربي يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، جزاك الله عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وسؤالي: ما هو دور العلماء والدعاة والخطباء تجاه ما يتعرض له المسجد الأقصى من محاولات التدنيس بل قد تصل إلى الهدم؟ الواجب عظيم في هذا المسجد الأقصى، جميع مساجد المسلمين، لكن المسجد الأقصى هو أحد المساجد الثلاثة التي يشد إليها الرحال، وهو من مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يجب على المسلمين أن يدافعوا عنه بكل ما أوتوا حتى يخلصوا من وطأة الكفار واليهود. الواجب على المسلمين عموما، لا على فرد من الأفراد فقط، كل بحسب استطاعته ومقدرته، ولو بالبيان والتوضيح، ولو بالاتصال بالمسؤولين وولاة الأمور، حثهم على العمل على تخليص المسجد الأقصى. فيجتهد المسلم حسب ما يستطيع من إنكار هذا المنكر العظيم ومطالبة بتخليص المسجد الأقصى من أيدي اليهود. ولن يخلص المسجد الأقصى إلا المسلمون، أبدا لن يخلصه إلا المسلمون الصادقون، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون في آخر الزمان، وأن
المسلمين ينتصرون، قال المسلمون ينتصرون على اليهود ويقتلونهم شر قتلة، حتى إن أحدهم لو اختفى خلف الحجر والشجر فإن الحجر والشجر ينادي: يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. فالفرج قادم إن شاء الله، والفرج قريب، والله جل وعلا لن يضيع المسجد الأقصى، لن يضيعه أبدا، ولا يخفى عليه أعمال هؤلاء الأرجاس، لا يخفى عليه ذلك، ولكنه سبحانه يؤخرهم إلى أجل مسمى. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، ما هو مفهوم مدلول البيعة والجماعة في الإسلام وعلاقتها بمصطلح المواطنة؟ نعم، المواطنة، الوطن لا يقوم ولا يتكون إلا بولي أمر، لأنه لا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. فهذا شيء ضروري، ما يكفي أن المسلمين يجتمعون بدون قيادة مسلمة توجههم وترشدهم، ولذلك مبايعة ولي الأمر أمر ضروري. والصحابة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشتغلوا في تجهيز جنازته حتى بايعوا الخليفة، بايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فلما بايعوه اتجهوا إلى تجهيز الرسول صلى الله عليه وسلم، الصلاة عليه ودفنه. نعم، أحسن الله إليكم. أحد الأخوة يسأل عن أو يطلب توجيها للشباب حول شبه الشهوات وأثرها وخطرها عليهم. ما في شك أن الشبهات خطيرة جدا، أعظمها والعياذ بالله فتنة الشبهات في العقيدة، شبهات في العقيدة هذه أخطر، ثم فتنة الشهوات بالمحرمات و من المسكرات والأطعمة وغير ذلك والأقوال والأفعال المحرمة، كل هذا من أعظم الخطر على المسلمين، والشباب بخاصة يجب أن يؤخذ بأيديهم وأن يربوا على الخير وعلى الإسلام وعلى الطاعة وعلى البعد عن الشهوات المحرمة، يربوا في البيوت على أيدي الوالدين، يربوا في المدارس على أيدي المدرسين، يربوا قبل المدارس في المساجد على أيدي الأئمة والخطباء، يربوا على يد المجتمع ككل. يجب العناية بشباب المسلمين، ولا يتركوا لمروجي التخريب ومروجي الشهوات والشبهات. نعم، أحسن الله إليكم. الأخ أيضا مبارك له سؤال يقول: الاجتماع رحمة والفرقة عذاب، هل هم عذاب أو غير مفهوم يعني السؤال، من الضمير يعود إلى من، لكن لعله يقصد أهل الغلو، هل هم عذاب أو رحمة دنيوية أو أخروية؟ يعني السؤال غير واضح. أهل الغلو ليسوا رحمة، إنما هم عذاب شقاء على أنفسهم وعلى المسلمين، ليسوا رحمة. نعم، أحسن الله إليك. أحد الإخوة يسأل عن مذهب الخوارج، من هو زعيم هذا المذهب ومتى انتشر وهل قاومه أحد من الخلفاء؟ الخوارج هم الذين يخرجون عن طاعة ولي أمر المسلمين، يشقون عصا الطاعة ويقاتلون المسلمين ويكفرون المسلم بالمعصية التي دون الشرك، الكبيرة التي دون الشرك يكفرونه بها. فهم يجمعون بين جريمتين: جريمة التكفير بالكبائر التي دون الشرك، وجريمة شق عصا الطاعة وتفريق الجماعة، وجريمة ثالثة وهي قتل المسلمين. أخبر صلى الله عليه وسلم أن الخوارج يقاتلون أهل الإسلام
ويدعون يقاتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، وهذا دأبهم في كل زمان. تجد تسلطهم على المسلمين وعلى مجتمعات المسلمين، وأول من قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم توالى من بعده الخلفاء وولاة الأمور في قتالهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم عنهم: كلما ظهر منهم قرن قطع. والحمد لله، يسر الله لهم من يخمد فتنتهم. نعم. أحسن الله إليكم. أحد الإخوة يسأل يقول: رغم خطورة ما يقوم به أصحاب الفكر الضال، إلا أنه مع الأسف هناك لا يزال من يتعاطف معهم بحجة وجود مخالفات من بعض المسؤولين، ما هو توجيه فضيلتكم؟ مخالفات بعض المسؤولين لا تبيح أن نخرج عليهم وأن ننفض اليد من طاعتهم ما أقاموا الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما يكون من الولاة من مخالفات، قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لا يجوز الخروج عليهم وشق عصا الطاعة بسبب ما يحصل منهم من القصور والتقصير ما لم يخرجوا عن الإسلام، ما لم يخرجوا عن الإسلام، لأن في البقاء على طاعتهم وجمع الكلمة مصالح، وفي الخروج عليهم مفاسد أكبر من الصبر عليهم. ولا شك أن درء على المفسدتين بارتكاب أدناهما أن هذا قاعدة شرعية، ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلى الضرر، ومعاصيهم ضررها على أنفسهم.